أسرع وأسهل مشروع من البيت، كثير هي حلوة مناسبة لرمضان. 600 جرام ماء، سكر 600 جرام وقليل من الملح، وبنحرك. بنوضع شراب جلوكوز، هو موجود عند العطار 600 جرام. هذه على الشاشة وضعت الكوزين، تعمل كمية أصغر من هيك، أنا عملت كمية كبيرة شوية. عندما توصل الحرارة من 117 ل 120 وهيك أصبحت جاهزة. نوضع كل 250 جرام جوز الهند، 250 جرام من العسل. نوضع فواكه مجففة 100 جرام، النوع كمية هو اختياري. نسكبها على ورق زبدة، نتركها حتى تبرد تماما. بعد ما تبرد بنقطعها. نوضع الشوكولاتة، مزوب شوكولاتة ماء ساخن مثل ما انتم شايفين. الموضوع كتير هي سهلة، ممكن يكون مشروع مناسب لإلكم. عندي أكثر من 600 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي اشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.